للصيد أيضا لدرجة كاد أن ينقرض معها. ربما كان عيل ديفيد الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى أرمن ديفيد الذي وصفه في القرن التاسع عشر، وخلال عام 1900 تم قتل ما تبقى من هذه الأيائل. بقيت هذه الأيائل في حدائق الحيوان حيث نقلت إلى إنجلترا ليتم استيلادها بإذن الله، وتمت إعادتها حديثا إلى الصين، لكن هذا الأيل ليس أكثر حيوانات الصين سرية.